أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من وسط فلسطين المحتلة بداية تغطيتنا لملحمة طوفان الأقصى لهذا اليوم. في حلون جنوب تل أبيب عملية أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة أربعة آخرين، جراح بعضهم حرجة وخطرة، فيما ينظر إليه على أنه تطور يقلب الموازين في الداخل الإسرائيلي لجهة مكان العملية. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن العملية نفذت في أماكن مختلفة قرب محطة الوقود وفي الحديقة، حيث انتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وقامت بعمليات تمشيط واسعة. شرطة الاحتلال قالت إن منفذ العملية الذي أصيب بجروح خطرة هو من سكان سلفيت في الضفة الغربية، ويشتبه في وجود منفذ آخر في المكان. لقراءة المشهد من الناصرة ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية، سيكون معنا في هذه الساعة السيد محمد زيدان، على أن ينضم إلينا الآن مدير مكتب الميادين في بيت لحم ناصر اللحام. صباح الخير ناصر، تفاصيل هذه العملية والمعلومات التي رشحت عنها حتى الساعة. صباح الخير محمد. المتحدث باسم نجم الداود الحمراء أعلن ارتفاع المصابين لخمسة، منهم اثنان بحالة حرجة واثنان بحالة خطيرة في عملية الطعن التي وقعت. طيب سأعود إليك ناصر فور جهوزية الاتصال مجددا. أستاذ محمد زيدان الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية من الناصرة، صباح الخير. يعني على وقع خبر هذه العملية الفدائية الجديدة في قلب تل أبيب، وفيما كل الداخل الإسرائيلي المحتل بمستوياته السياسية والعسكرية والأمنية وحتى على مستوى المستوطنين يترقبون بخوف، كما في 14 نيسان الماضي الرد الإيراني ورد حزب الله وباقي فصائل المقاومة، كما وعدت قادة محور المقاومة بسبب العدوان على الضاحية الجنوبية وحتى في طهران. كيف يبدو المشهد من وجهة نظرك في هذه الساعات، وما الذي يعنيه بالمدلول هذه العملية؟ أهلا محمد. يعني الحقيقة بأنه في إسرائيل كان هناك ترقب كبير منذ عمليات الاغتيال على أنه سيكون هناك رد إيراني ورد من حزب الله على عمليات الاغتيال، ولم يكن أحد يتحدث عن إمكانية أن يكون هناك ردود على الأرض على شكل ما نراه صباح هذا اليوم في العملية التي وقعت في حلون والتي يعني أدت إلى مقتل إسرائيلية وإصابة خمسة آخرين. في إسرائيل يعني قد يبدو هذا المشهد اعتياديا فيما كان قبل عمليات الاغتيال، ولكن الآن وسط هذا الترقب والقلق الكبير الذي يحيط في المجتمع الإسرائيلي منذ عمليات الاغتيال، يعني هناك صدى وأبعاد ومعنى آخر لهذه العملية، حيث أنه عمليا يعني نقول بأن الرد يمكن أن يكون على أكثر من شكل ومن أكثر من طرف. هذا بالإضافة إلى أنه إسرائيل يعني حتى الآن أعلن على أن المنفذ هو من المناطق المحتلة عام 67 من الضفة الغربية. يعني هذه المنطقة لم تشهد أي يوم من أيام الراحة منذ بداية الحرب على غزة، حيث شاهدنا عمليات يعني اعتقال واقتحامات وهدم بيوت، وحتى سمح باستعمال سلاح الطيران ضد البيوت وضد الفلسطينيين هناك. بمعنى أنه الضفة الغربية بحد ذاتها تحولت إلى منطقة إلى ما يشبه جبهة، على الرغم من أنها لم تكن يعني تحظى بالتغطية الإعلامية الكبيرة كما الحرب في غزة بطبيعة العمليات، ولكن إسرائيل ذاهبة إلى التصعيد في كل الجبهات الممكنة، وهناك شبه إجماع إسرائيلي على أن الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو لا يريد أي وقف للحرب وسيذهب إلى عمليات تصعيد إن كان في الضفة وإن كان في لبنان وفي إيران كما شاهدنا وحتى أبعد من ذلك من أجل خدمة أهدافه العسكرية. إذن يعني العملية بحد ذاتها هي ليست عملية جديدة ولكن أو نوعية جديدة من العمليات، ولكنها تعيد إلى الأذهان إلى أن
أيضا الضفة الغربية هي جبهة مواجهة، وأن الفلسطينيين قادرين على الرد داخل إسرائيل في أمكنة لم تتوقعها ولم تتجهز لها، خاصة وأن إسرائيل تعيش يعني حالة تجهيز كبير. هناك تواجد عسكري تقريبا في مراكز المدن الكبيرة، هناك وجود للشرطة، هناك انتشار للجان الحراسة المسلحة والميليشيات التي أقامها بن غفير. وعلى الرغم من ذلك يستطيع الفلسطيني أن يصل إلى مركز البلاد ويقوم بمثل هذه العملية. هنا السؤال حول الدلالة أستاذ محمد، يعني اليوم بعد 303 أيام على طوفان الأقصى، هذا التسخين في جبهة الضفة يقابله هذا الرد من الفعل المقاوم للشباب الفلسطيني، ليس فقط على مستوى مناطق ألف في شمال الضفة من مدن ومخيمات، إنما أيضا يتنقل هذا الفعل المقاوم وصولا بتهديداته للداخل الإسرائيلي إلى قلب تل أبيب. إلى ما يدلل هذه الروحية بعد كل هذه المواجهات المباشرة وكل هذا يعني المواجهة يعني المحتدمة ما بين آلة العدو، وبالأمس يعني شاهدنا بالمسيرات يجري قصف المدن والمخيمات في شمال فلسطين في تول كرم تحديدا. يعني طول كرم مثلها مثل باقي المدن الفلسطينية التي لم نرى أي هدوء منذ بداية الحرب، عمليات قصف، تجريف، هدم بيوت واستهداف وإغتيالات لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر. بالعكس كان هناك تصعيد لعمليات الاعتداءات، ليس فقط التي يقوم بها الجيش وإنما أيضا إطلاق يد المستوطنين لتصعيد هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين وحتى تهجيرهم من بعض المناطق في الضفة الغربية. يعني الشعب الفلسطيني لم يعدم ولا في أي مرحلة آليات وأدوات للرد على الاحتلال وللرد على عمليات الاعتداء المتواصلة. بالأمس فقط كان هناك يعني استشهاد لسبعة فلسطينيين واستهداف لخمسة قبلهم وأربعة قبل ذلك في طول كرم وفي جنين وفي المخيمات الفلسطينية، وهذا فعل متواصل منذ 10 أشهر. وبالتالي يعني هذا الرد يقول بأنه لا يمكن، حتى ولو تمت الإجراءات الإغلاق ومنع الفلسطينيين من الدخول، لا يمكن بأي حال من الأحوال منع أي فلسطيني يريد أن ينفذ مثل هذه العملية في المركز عمليا في مناطق مركزية في داخل إسرائيل. وبالتالي يعني هذه قد تكون رسالة على أنه في الوقت الذي تكون فيه إسرائيل على أهب الاستعداد لتلقي الضربات من حزب الله وإيران، يأتي ضربة غير متوقعة وفي مكان غير متوقع، وبالتالي يعني إسرائيل تجد نفسها أمام هذا التحدي والمواجهة ليس فقط مع إيران وحزب الله ولكن أيضا مع الفلسطينيين، ليس فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية. قبل أن نتحول إليك أكرم دلول بعد الترحيب بك من خان يونس، اسمح لي يعني أعود إلى ناصر اللحام للسؤال حول تفاصيل العملية والمعلومات التي رشحت عنها قبل انقطاع الاتصال كنت توفينا بها. ناصر تفضل. صباح الخير مرة أخرى محمد. العملية تم تنفيذها على مساحة 500 متر، كان يتنقل منفذ من مكان إلى مكان، ما جعل الشرطة الإسرائيلية في موقف صعب أن تحدد ما الذي يجري. أعلنت نجمة داوود الحمراء مسرع امرأة، وهناك حالة حرجة لمصابة الـ30 من العمر. عملية الطعن كانت خلف موقف الباصات ثم انتقلت إلى الحديقة العامة. الشرطة الإسرائيلية استخدمت مروحية في البحث عن منفذين، قامت بحسب الصور باعتقال على ما يبدو عمال، اشتبهت بأنه ربما يكونوا شركاء له. مثل كل عملية هذه لازمة دائما تبحث عن شركاء، اتضح بأنه المنفذ فلسطيني من سلفيت منطقة بين نابلس وبين رام الله، مساحة كبيرة تعرضت لظلم كبير، أقيمت عليها مستوطنة أريئيل وقطعت عليها الطرقات وتحولت إلى محاصرة. تشتهر سلفيت بحقول الزيتون تاريخيا، تم مصادرة الأراضي، المستوطنون يقتلعون الزيتون. لا نعرف بعد الكثير عن منفذ العملية، لكن الإعلام العبري يريد كما يقولون بروفايل، يريد الذاتية، ما الدافع الذي جعله ينفذ هذه العملية؟ دخل إلى
داخل الخط الأخضر من دون تصريح، ما يعني أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية لا تستطيع أن تمنع أي فلسطيني يريد الدخول إلى داخل الخط الأخضر. الأوضاع في الضفة الغربية ليست سهلة، ما بين اعتقالات وقتل واقتحامات يومية، لا يمكن فصل ما يحدث في طهران وفي بيروت في حرب تحريك وفي غزة وفي جباليا عما يحدث في سلفيت وفي حلون. بات من الفانتازيا على بعض المحللين أن يفصلوا الساحات عن بعضها، كل شيء يتأثر بكل شيء. غضب الشباب يصل إلى ذروته بعد 10 أشهر من القتال والصور على التلفزيون التي تدمي القلب. سيكون هذا موضوع سؤال مهم جدا عند الإسرائيليين. بالمناسبة محمد، شبه المؤكد بأن نتنياهو سوف يقيل يؤف جالنت وزير الجيش ويضع بدلا عنه جدعون ساعر، ليكودي سابق انشق عنه ربما يصدق فؤاده بضمه إلى الوزارة وإعطائه هذه الوزارة المهمة، وبتأكيدات بأن نتنياهو أيضا سوف يقوم بطرد هيرتسي هليفي رئيس أركان الجيش، ويكون هذا مسلسل من استبدال الأدوات من جانب نتنياهو، كلهم يرحلون ونتنياهو متمسك بالمقعد أكثر مما تخيل الإسرائيليون أنفسهم. شكرا لك ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، شاركتنا من بيت لحم. مجددا الترحيب بك أكرم من خان يونس وآخر المعطيات الميدانية لديك. يعني بالفعل العدوان ما زال مستمر على قطاع غزة محمد، نتحدث عن غارات متواصلة، وهذه الغارات ما زالت تركز فيها إسرائيل على قصف مراكز إيواء النازحين وحتى المنازل التي تأوي هؤلاء النازحين ممن شردوا وفقدوا منازلهم. دعنا نبدأ من المحافظة الوسطى من القطاع التي كانت على موعد مع ليلة دامية ككل محافظات القطاع، لكن الصورة هناك كانت أكثر بشاعة ووحشية على وقع الغارة الجوية العنيفة التي طالت خيام النازحين داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى الوحيد في محافظة الوسطى. حتى الآن الحديث يدور في إحصائية أولية عن 5 من الشهداء وعدد لا يقل عن 17 من الإصابات، والجيش الإسرائيلي مع ساعات الفجر والنازحون نيام قام بقصف هذه الخيمة التي تجاورها عدد كبير من الخيام. المعلوم بأن ساحات المستشفيات في غزة، وإن كانت هذه المستشفيات يعني مستهدفة، إلا أنها تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين. الصاروخ الإسرائيلي أدى إلى اندلاع نيران هائلة التهمت عددا من الخيام، ما رفع عدد الجرحى والمصابين الذين يعاني بعضهم من حالات خطرة بحسب المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى. هذا القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى لم يكن الأول، سبقه غارات طالت خياما للنازحين وكذلك للصحفيين قبل 10 أيام، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء فلسطيني وإصابة آخرين. وكذلك هذا القصف كان ضمن سلسلة غارات تعرضت لها المحافظة الوسطى من قطاع غزة، تحديدا في دير البلح تم استهداف منزل وكان هناك 3 من الشهداء وعدد من الجرحى. في النصيرات كان هناك استهداف لمنزل. المناطق الشمالية من مخيم النصيرات تعرضت إلى وابل من قذائف المدفعية الإسرائيلية، وكذلك المناطق الشرقية من البريج والمغازي. إذن يمكن القول أن الذي جرى في المحافظة الوسطى من قطاع غزة هو في إطار العدوان الواسع الذي يتواصل بل ويتصاعد على مرأى العالم أجمع هنا في قطاع غزة. بقية المناطق لم تكن كما أشرت بمنأى عن القصف الإسرائيلي، سواء في مدينة غزة التي قصفت فيها عدة منازل ونتج عن ذلك عدد من الشهداء، تحديدا في الزيتون والصبرة ومنطقة الشيخ رضوان التي تعرضت فيها مراكز إيواء النازحين إلى مذبحة ومجزرة في وضح النهار. ولكن إسرائيل يعني ربما مارست تمثيلية إنجاز لي التعبير فيما يخص هذه المدارس. المعلوم بأن هذه المدارس، مدرسة حمامة وثلاث مدارس أخرى تجاورها، تحولت إلى مركز إيواء للنازحين. جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق هؤلاء النازحين بعدما قصفتهم الطائرات الحربية، ومن ثم في محاولة للتغطية على جريمته وتضليل العالم اتصل على بعض النازحين وطالبهم بالإخلاء.
لكن التساؤل المطروح يعني كيف يمكن للمواطنين أن يخلوا مكانا بهذه السرعة؟ ولكن إسرائيل بالتأكيد كما أشرت يعني ارتكبت مجزرتها عن سابق إصرار وترصد. لو كان الإسرائيلي أبلغ المواطنين بالإخلاء لما كان هناك 16 شهيدا على الأقل والعشرات من الجرحى والمصابين. كل الشهداء تحولت أجسادهم إلى أشلاء ممزقة نتيجة شدة الغارات الإسرائيلية. في شمال القطاع كذلك فجر هذا اليوم كان هناك استهدافا إسرائيليا لمنزل في مخيم جباليا. راح ضحية هذا الاستهداف 8 من الشهداء، 3 منهم من الأطفال وسيدتان، بالإضافة إلى القصف المدفع المستمر على شرق جباليا البلد والمخيم. الحديث عن شمال قطاع غزة، لابد مع كل رسالة محمد أن نذكر بالمجاعة والأوضاع الإنسانية القاسية هناك، بحيث الناس لا يجدون كسرة خبز لأطفالهم. إسرائيل تمنع عن الناس في شمال قطاع غزة وعددهم يزيد على 700 ألف فلسطيني كل مقومات الحياة. أبار المياه تقصف، الغذاء والدواء يمنعان، وعلى هذه الشاكلة تمضي الأوضاع الإنسانية الصعبة هناك، حيث يموت الجرحى والمرضى وحتى المواطنون العاديون تظهر عليهم علامات سوء التغذية، وبعضهم قضى شهيدا نتيجة هذا الحصار والظلم الذي يتعرض له الناس والمواطنون في شمال قطاع غزة. في خان يونس هناك قصف إسرائيلي في الساعات الماضية استهدف مجموعة من المواطنين في الجنوب الشرقي من المدينة بالقرب من مشفى غزة الأوروبي، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. القصف المدفعي على شرق خان يونس مستمر، والزوارق الحربية صباح هذا اليوم إلى جانب المروحيات قصفت منطقة الساحل في مواصي خان يونس، هذه المنطقة المفترض أن تكون آمنة. أما في رفح فالقصف جوا وبرا وبحرا مستمر في غمرة معارك كبيرة مع المقاومة الفلسطينية. سيارات الإسعاف ما زالت محمد ممنوعة من الدخول إلى رفح، وهذا يعني ما زال يمثل خطرا كبيرا على الجرحى والمصابين الذين لم يجدوا من ينقلهم على الأقل لإنقاذ حياتهم، وعدد كبير منهم يستشهد رغم أنه ربما يكون يعاني من إصابات بسيطة. لكن استمرار النزيف ونزف الدماء بالنسبة للجرحى والمصابين في غمرة مواصلة جيش الاحتلال استهداف مركبات الإسعاف وعدم تمكن المسعفين من الوصول للمناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي عادة ما يجعل هؤلاء الجرحى في إعداد الشهداء. شكرا لك أكرم دلول مرسلنا من خان يونس. إلى جبهة إسناد جنوب لبنان والزميل علي مرتضى من هناك ينضم إلينا. بعد الترحيب بك علي، تضعنا في صورة آخر المعطيات، سيما وأن هناك استهداف لمستعمرة بيت هلل المرة الأولى، تفاصيل أوفى معك. صباح الخير محمد. يعني بالفعل تستعر الجبهة ولا سيما الجبهة في شقها المساند لغزة ولمقاومتها على طول الحدود منذ ليل أمس أو حتى منذ نهار أمس، حيث أن هذه الجبهة شهدت العديد من الاعتداءات الإسرائيلية بداية، وكذلك شهدت العديد من العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع الاحتلال وانتشاراته ومباني في مختلف المستوطنات الإسرائيلية. بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية بالأمس، ولكن قبل أن أدخل بالأمس دعني أقول بأن أننا نعيش حتى اللحظة هدوءا حذرا في الصباح منذ آخر اشتباك حدث على الحدود، وهو صالية الصواريخ التي أطلقت باتجاه مستوطنة بيت هلل والتي تجاوزت في مجملها 40 صاروخ. الإعلام الإسرائيلي تحدث عن 50 صاروخا، وكانت الصور من ذاك المكان تظهر التصدي الكثيف للقبة الحديدية باتجاه صاليات الصواريخ، وطبعا لهذا شق لا بد من الحديث عنه إذا ما كان لدينا الوقت. بالنسبة للطائرات الحربية الإسرائيلية بالأمس نفذت 7 غارات جوية. بدأت هذه الغارات بغارات استهدفت طير حرفة، عيت الشعب. ليلا كان هناك استهداف لكفركلة مكثف، يعني 4 غارات جوية لكفركلة، كل عشر دقائق غارة. هذا عدا عن قذائف المدفعية الثقيلة، هناك قذيفة أطلقت بعد الغارة الرابعة لقوتها وضخامة الانفجار الذي سمع في المنطقة ظننا بأنها غارة جوية أيضا. كفركلة تعرضت بالأمس بالفعل لضغط نيراني كبير من العدو الإسرائيلي، وكذلك كان هناك بعد منتصف الليل غارة جوية إسرائيلية استهدفت المحمودية. لن أدخل بكل الاعتداءات الإسرائيلية، ولكن أهم ما كان بالأمس عملية الاغتيال التي وقعت عبر طائرة مسيرة استهدفت سيارة في البازورية أول طريق وادي جيلو، وكذلك الغارة من مسيرة التي استهدفت دير سريان التي أدت إلى استشهاد مقاوم وجرح أطفال أيضا في هذه الغارة، ولكن جراحهم طفيفة. وكان هناك العديد من قذائف المدفعية باتجاه البلدات. العمليات المقاومة وهي الأهم جاءت على
على قسمين، وبالبداية هي كلها تأتي في شق دعم غزة والرد على الاعتداءات الإسرائيلية. بالنسبة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، فصل حزب الله الغارات التي استهدفت المناطق اللبنانية وقام بأربع عمليات عسكرية عنوانها الرد على الغارات التي استهدفت هذه المناطق. بالتفصيل، ردا على غارة عيت الشعب استهدف مبنى في مستعمرة ميتات، ردا على غارة كفركلا استهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال طبعا في مستعمرة أفيفيم، أو في أفيفيم مبانٍ أكثر من مبنى. كذلك ردا على غارة طير حرفة، كان هناك استهداف لمبانٍ في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك أيضا كان هناك استهداف مبانٍ في مستعمرة المطلي يستخدمها جنود الاحتلال، وأضف إلى ذلك ما حدث ليلا من استهداف ردا على غارات الدير سريان وغارات كفركلا، حيث قصفت المقاومة وبنفس الدوز، يعني بنفس المستوى التي قصفت بها كفركلا، لنتحدث عن أربع غارات جوية إسرائيلية، قصفت مستوطنة بيت هلل المقابلة لكفركلا بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا، والصور تتحدث عن نفسها عن كثافة هذا القصف. طبعا لوحظ الاستنفار الكبير في القبة الحديدية وإطلاقها الصواريخ بشكل كثيف باتجاه صالية الصواريخ التي أطلقت باتجاه بيت هلل، وهذا لا يحدث عادة، يعني دائما الجيش الإسرائيلي يوزع نيرانه ويحاول الاقتصاد بهذه الصواريخ وخاصة الصواريخ القبة الحديدية، نظرا لثمنها المرتفع ونظرا لاستراتيجية حزب الله العسكرية التي دائما يفرغ هذه الصواريخ عبر صاليات صواريخ القبة الحديدية، يفرغها عبر صاليات الكاتيوشا، وبعدها يكون هناك عملية بأدق ومتزامنة، وهذا بالتحديد ما يضع العدو الإسرائيلي في مكان مربك للغاية. هو لا يدرك، الجيش الإسرائيلي لا يعلم، إذا ما رصد إطلاق صواريخ مثلا كما حدث بالأمس 50 صاروخ، هناك دائما تحليل عسكري، هل نحن أمام عملية محدودة فقط استهداف بيت هلل، أم سوف يلحق هذه العملية عمليات مركبة أخرى باتجاه أهداف دقيقة، أم أننا أمام الرد الذي يمكن أن يحدث على الاغتيال الذي حدث في الضاحية الجنوبية، وبالتالي العديد من التوتر، يعني العديد من الاقتراحات التي تخطر ببال الجيش الإسرائيلي. قبل قليل تحدث مجلس الجليل الأعلى عن سقوط صواريخ بين منطقة المنارة ويفتاح، طبعا أيضا حزب الله وفي أحداث اليوم تبنى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة. وكذلك إذا ما أردت الحديث عن عملية بيت هلل فهي تحسب على اليوم لأنها جاءت بعد الساعة 12 ليلا بالأمس. بالمختصر، الأوضاع مربكة للغاية، حتى يدعوت أحرانوت تتحدث بأن مسؤول كبير يقول بأن طهران وحزب الله قادران على إبقاء إسرائيل في حالة تأهب لفترة طويلة، وهذه حالة التأهب بالفعل نلمسها على الأقل في الجبهة اللبنانية، لا سيما مع الاستنفار الكبير، إن كان للقبة الحديدية، إن كان للقدرات الأخرى للدفاعات الجوية الإسرائيلية، إن كان حتى للمنظومات الرادارية. ولا بد من الحديث بأنه عسكريا استخدام السفن الحربية الأمريكية وحتى الإسرائيلية واستخدامها في هذا المجال، نظرا لأنها تتمتع أو لديها رادارات وتستطيع أن ترصد الأهداف التي تطير على مستوى منخفض، هذا أيضا يدلل على الاستنفار الكبير الذي تعيشه إسرائيل منذ يومين. وفي كل الأحوال طبعا نراقب هذه الجبهة بشكل مجمل. ملاحظ حتى اللحظة بأننا لم نرصد أي اعتداء إسرائيلي على غير العادة، إلا أنه من المتوقع طبعا أن تتصاعد الأمور شيئا فشيئا، لا سيما في هذا الظرف المتوتر كثيرا على الجبل اللبناني. شكرا لك علي مرتضى من جنوب لبنان، وأنا سأعود إليك أستاذ محمد بهذه الصورة، يعني صورة التوتر الذي تعيشه إسرائيل على مستوياتها السياسية والعسكرية والأمنية وحتى على مستوى المستوطنين في هذه الساعات العصيبة التي ترتقب فيها هذا الرد وهذا الثأر من جانب محور المقاومة. اليوم في ظل كل هذه الأجواء النفسية الصعبة، هذه الأجواء التي لا تشي بأنه الأمور ستؤول إلى ما قد يحمد عقباه على مستوى مصير إسرائيل، انطلاقا من وعد بالثأر الواجب كما قال السيد الخامنئي والسيد حسن نصر الله والسيد الحوثي للعدوانات الإسرائيلية، وبالتالي بحسب ما قال السيد نصر الله في كلمته الأخيرة لم تعد هذه جبهات إسناد، إنما باتت في صميم هذه المعركة. هذا الانتقال لملامح هذه المرحلة، ما الذي يعنيه وإلى أي مدى تحمل أو تنتقل بواقع الميدان؟
يعني الحقيقة بأن المراقبين الإسرائيليين والمحللين العسكريين تحدثوا تماما عن هذه النقطة في خطاب حسن نصر الله، الذي تحدث بشكل واضح، ويعني وكان هناك التقاط لهذه الرسالة التي يعني وجهت لإسرائيل، وقالت بأن إسرائيل أن الحرب الآن لم تعد جبهة إسناد إلى غزة، وإنما إلى ما يشبه، أو على الأقل هكذا تم تشبيهه، إلى ما يشبه مواجهة مباشرة ما بين إسرائيل وحزب الله، على الرغم من أن إسرائيل حاولت قدر الإمكان مباشرة ومن خلال يعني تصريحات ووساطات أمريكية وأوروبية وغير ذلك، أن تقول بأنه يعني رغم استعدادنا للحرب الشاملة إلا أننا لا نرغب بمثل هذه المواجهة. كان هناك يعني أعتقد يعني فهم مباشر إلى أنه الآن هناك مرحلة جديدة، على الرغم من أنه حتى الآن ويعني من خلال متابعة الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم لم يكن هناك يعني فهم لدى الإسرائيليين ما معنى ذلك، وهذا ناتج عن حالة الترقب والرصد التي تحدث عنها قبل قليل مراسلكم من الجنوب، بأنه في إسرائيل هناك حالة ترقب وانتظار مكلفة لإسرائيل، مكلفة ليس فقط في التكلفة العسكرية لهذا التواجد الكبير وهذا الترقب وعملية حشد القوات المتواصل بكميات كبيرة، وإنما أيضا على المستوى الشعبي هناك حالة من الخوف والذعر في تقريبا في كافة البلدات والمدن الإسرائيلية. نتحدث عن حيفا، نتحدث عن تل أفيف ونتانيا والخضيرة، ليس فقط البلدات التي تم يعني الطلب أو تم نقل المواطنين منها إلى المركز، وإنما عن مدن المركز بحد ذاتها. وهذه يعني المدن المركزية الآن تواجه مشكلة جدية، بأنه لا يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد نهاية عطلة الأسبوع بطريقة، أو على الأقل دون أن يكون هناك جواب من المستوى السياسي والأمني إلى طبيعة هذا الرد وإلى طبيعة هذا الاستعداد. كان هناك يعني أكثر من إعلان من الجبهة الداخلية في بعض هذه المدن، فتح ملاجئ، الحديث عن تحويل بعض مصافي السيارات إلى تحت الأرض إلى ملاجئ، ودعوة الجمهور للتوجه إليها بهذا إذا يعني لزم الأمر. وأيضا كان هناك يعني حالة من الذعر ظهرت حتى في الحوانيت، يعني ذهب كميات كبيرة من الناس إلى هذه الحوانيت لاقتناء الاحتياجات الأساسية، مما شكل يعني ضغط خلال نهاية الأسبوع على هذه الأماكن. باختصار هناك حالة من الذعر، هناك حالة من الترقب، والأصعب أن هناك عدم يقين وهناك قلق دائم حول شكل هذا الرد وطبيعته، ماذا سيكون يعني رد إيران، كيف سيساهم حزب الله، على الرغم من أنه إضافة الجميع إلى أنهم لا يمتلكون ما يعني أي معلومة أو فكرة حول ما إذا كان سيكون الرد شاملا على العدوان في الضاحية الجنوبية وفي طهران، أم أنه سيكون حساب كل عملية منفردا، وهذا بحد ذاته سؤال أيضا في الداخل. يعني في إسرائيل يتعاملون مع التهديد على أنه هو تهديد واحد، وهناك فعلا عدم معرفة يعني أنه ما هو دور حزب الله، كيف سيرد حزب الله، وما هي ترجمة هذه الكلمة التي تحدث عنها الأمين العام للحزب الله حول التحول إلى مرحلة جديدة؟ هل ستكون كميات الصواريخ؟ هل سيكون أبعاد الصواريخ؟ والأهم، ما هي أهداف هذه الصواريخ؟ هل ستكون فقط مواقع عسكرية أم ستستهدف أيضا مدن ومناطق مدنية؟ وفي إسرائيل يعني حالة القلق هذه تتترجم إلى قلق ليس فقط على المستوى السياسي وإنما أيضا على المستوى الشعبي، وبالتالي الدولة يعني تدفع ثمن عسكري وتدفع ثمن بشري واقتصادي متواصل نتيجة لهذه لعدم اليقين ولهذا الانتظار. وطبعا هناك إقرار أنه سيكون هناك رد، وأن هذا الرد سيكون مختلفا تماما عن الرد الذي كان في نيسان الماضي،
وأنه قد يعني يكون أيضا حتى في من الجنوب، يعني من قبل أنصار الله الحوثيين، كان هناك يعني إعلان بالأمس إلغاء الطيران من إيلات نحو مطار اللد، مطار بن غوريون في المركز، تخوفا من هذا الوضع في الجنوب. وبالتالي يعني إسرائيل تنتظر شيء كبير، ولكن هي لا تعلم ما هو هذا الشيء وكيف سيكون حجمه، وبالتالي لا تعرف إلى أي مدى الاستعدادات الحالية كافية. ولذلك أعتقد يعني، وهذا كان إشارة له من قبل كثير من المحللين الإسرائيليين، بأنه إسرائيل توجهت أو حاولت على الأقل خلال نهاية الأسبوع طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في محاولة من بنيامين نتنياهو لاستعادة ما كان في نيسان. هنا ما أريد أن أسألك عنه أستاذ محمد، حول الحضور الأمريكي بكل طاقته التشغيلية في هذه اللحظة. إذا وصل إلى وسط فلسطين المحتلة وزير الأمن بن غفير لتفقد مكان العملية الفدائية، محاط برجال الأمن. هي مجددا أستاذ محمد، يعني هذه العملية هي نتيجة طبيعية لهذه السياسات التي ينتهجها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبالتالي يدفع الداخل الإسرائيلي الثمن، عمليات فدائية وعمليات استشهادية من عمليات طعن ودهس وإطلاق نار بين الفينة والأخرى. هذه مجددا مشهدية أخرى من الداخل المحتل. يعني الحقيقة بأن هذه العملية يعني يمكن أن تكون متوقعة في أي لحظة، لأن استمرار عمليات التنكيل بالفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 67، بالإضافة إلى استمرار الحرب والقتل والمجازر التي تحصل يوميا، يعني من الطبيعي، يعني حتى الإسرائيليين يعرفون ذلك، بأنه ذلك لن يمر مر الكرام، وأنه ستكون هناك يعني ردود فعل. فيما يتعلق بالصور اللي نشاهدها، يعني هذا الوزير هو وزير إرهابي أدين أكثر من 30 مرة بتهم مختلفة، بضمنها عضوية في تنظيم إرهابي. هو مسؤول عن الأمن الداخلي، لم يخدم في حياته يعني في أي جهاز أمني، حتى الجيش رفض أن يجنده، ليس لديه أي خبرة لا في الأمن ولا في الجيش، ولكنه استطاع أن يتعامل مع الرأي العام الإسرائيلي المتطرف والآخذ بالتطرف أكثر وأكثر بشعبوية، جعلته يعني شخصية مركزية في السياسة الإسرائيلية. حتى أن بعض المعلقين يقولون بأن نتنياهو يعني هذا هو الرئيس الحقيقي لحكومة إسرائيل، بن غفير، وليس بنيامين نتنياهو، نتيجة الضغوطات التي يمكنه أن يفعلها ضد نتنياهو وضد الحكومة، ويلزم نتنياهو بتنفيذ سياساته، على الرغم من أنه يعني نتنياهو ليس أفضل من ناحية المواقف السياسية، وفي القضايا الحالية المتعلقة بالحرب والمحتجزين وغير ذلك، يعني المواقف هي متشابهة. يعني أحيانا يقولون بأنه يعني التيارات المتطرفة تؤثر على نتنياهو، الحقيقة بأنه نتنياهو يستغل هذه التيارات من أجل تنفيذ برامجه السياسية. وكان هناك تصريحات من قبل آيزنكوت، شريك نتنياهو قبل فترة ببداية الحرب في مجلس الحرب، قال بشكل واضح بأن بنيامين نتنياهو انتقل منذ الأشهر الأولى في الحرب بقرار بأنه لا يريد التركيز على قضايا المحتجزين، بأنه يريد إدارة المعركة ومن أزمة إلى أخرى. وفي الأسابيع الأخيرة حتى انتقل إلى قضية الاغتيالات والتركيز على أن هذا هو ما سيأتي لنتنياهو بصورة النصر التي يريدها. بنيامين نتنياهو يبحث عن صورة النصر منذ بداية الحرب، وكان يعتقد بأنه في البداية يمكن أن يحضر المحتجزين من خلال عملية عسكرية، أصبحت هذه العمليات تؤدي إلى مقتلهم وليس إلى استعادتهم.
هذا عدا عما قرأناه أستاذ محمد حول أنه معظم هذه هؤلاء الأسرى باستثناء العسكريين منهم، لعلهم أو أنت تصحح لي إذا كنت مخطئ في المعلومة، من سكان الغلاف، وبالتالي لا ينتمون إلى تيارات سياسية داعمة لنتنياهو، وبالتالي هو بشكل مبطن غير آبه لمصيرهم طالما أنه لا يقعون في دائرة التصويت التي تصف في خانة حزب وائتلافه. يعني أصححك محمد، هو يعني لا يريد، هو اتخذ قرار رسمي. يعني هناك حديث الآن، بيرجمان وهو صحفي مطلع على يعني مصادر استخباراتية، تحدث في مقال صباح اليوم بشكل واضح على أن بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا استراتيجيا، لا يريد الحديث عن موضوع المحتجزين الإسرائيليين. ما ذكرت حول طبيعة أو يعني ميول السياسية لدى هذه المجموعات، كان هناك ليس فقط يعني تلميح، وإنما كان هناك أكثر من مقولة سياسية واضحة على أنه لو كان هؤلاء المحتجزين من جمهور بنيامين نتنياهو أو من المستوطنين في الضفة الغربية أو المجموعات يعني التي تصوت لبنيامين نتنياهو ولليكود، لكان تحرك بشكل آخر وبطريقة مغايرة. بنيامين نتنياهو منذ بداية الحرب، الإسرائيليين أنفسهم يتحدثون على أنه بنيامين نتنياهو يقرر وفق مصالحه السياسية الشخصية والحزبية، وأن قضايا الأمنية والشعارات التي يطرحها هي فقط غطاء من أجل إطالة أمد هذه الحكومة. ويعني الحديث الذي جرى خلال الأيام الأخيرة مثلا عن أن نتنياهو يريد إقالة جالانت ويريد إقالة حتى رؤساء الأجهزة الأمنية بما فيها القائد العام للجيش، تشير على أن بنيامين نتنياهو مشغول في معركة، ليس فقط في يعني تصفية المعارضة من قبل المستوى الأمني لبرامجه العسكرية، وإنما أيضا التحضير لمرحلة المساءلة والتي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر، بأن المسؤولية هي على المستوى الأمني وليس على المستوى السياسي، وبالتالي هو يريد يعني توجيه هذه المسؤولية وترجمتها من خلال عمليات يعني العزل المرتقبة. يعني فقط اسمح لي أعود لسؤالك بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها. يعني منذ بداية الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في هذه الحرب بشكل فاعل، ليس فقط من خلال الدعم العسكري وتوفير الغطاء الدبلوماسي لإسرائيل في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية وغير ذلك، وإنما أيضا في المشاركة الفعلية، ورأينا ذلك من خلال يعني الحضور الكبير للقيادات العسكرية والسياسية الأمريكية وجلوسها في غرفة الحرب. يعني في اجتماعات لمجلس الحرب كان هناك مشاركة لقيادات عسكرية أمريكية منذ بداية الحرب. التصريحات والتلميحات الأمريكية حول الخلاف مع إسرائيل كان حول قضايا ليست في جوهر إنهاء الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع نتنياهو في هدف الحرب القضاء على حماس، وإنما حول تفصيلات معينة في مراحل الحرب. رأينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية كان بإمكانها منذ بداية الحرب أن توقف هذه الحرب متى شاءت، ولكنها لم تستعمل أي من الوسائل المتاحة لها. وكان هناك تقديرات إسرائيلية يعني تقول بأنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية لما تمكنت إسرائيل من يعني الاستمرار، هي تنطلق في ذلك من عنوان الدفاع عن إسرائيل وليس المشاركة معها في أي يعني تطور للواقع الميداني باتجاه حرب موسعة في المنطقة. يعني هي توكلت أولا الحضور العسكري الكبير في بداية الحرب ونقل ناقلات الطائرات إلى المتوسط وإلى محيط إسرائيل والتهديد باستعمالها، يعني هو إشارة الآن الحديث عن نقل عادت تفعلها هذه القطاعات البحرية في شرق المتوسط، وحتى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت مسؤولية الحرب في البحر الأحمر، يعني طلبت من إسرائيل أنه لا تواجه أي طرف في اليمن، وقامت بتشكيل يعني ما أسمته تحالف دولي، هو عبارة عن قوات بريطانية وأمريكية بالأساس مع مشاركة لبعض الدول
في المنطقة، ولكن هو بالأساس حرب أمريكية بريطانية ضد أنصار الله وضد يعني أي طرف يمكن أن يمس بإسرائيل، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوكل في إدامة هذه الحرب، على الرغم من يعني التصريحات، وأنا أعتقد يعني برأيي المتواضع بأن الولايات المتحدة الأمريكية متوافقة ومتكاملة مع الموقف الإسرائيلي ومع موقف بنيامين نتنياهو، والدليل بأنه حتى الآن رغم كل تصريحاتها، يعني نتذكر بداية الحرب قالوا استهداف المدنيين، وقالوا المساعدات الإنسانية، ومن ثم قالوا الأمم المتحدة والوكالات المساعدة، وفي كل مرة إسرائيل كانت تخالف هذه المواضيع التي طرحت على أنها مصالح أمريكية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتغاضى ويعني تقبل الموقف الإسرائيلي، ويعني ما يحصل في الجنوب وفي رفح واحتلال فيلادلفي، يعني هناك عشرات الأمثلة على مدار 10 أشهر، الولايات المتحدة تقول شيء وتطلب من إسرائيل وتقول بأنها تضغط على إسرائيل، ولكن فعليا توفر لإسرائيل كل إمكانيات الاستمرار في الحرب، ليس فقط العسكرية نعم والسياسية وإنما أيضا الاستخباراتية وحتى الخبرات. وهناك يعني في إسرائيل يتحدثون عن أنه الولايات المتحدة وفرت لإسرائيل إمكانية استعمال كل قدراتها التكنولوجية من أجل يعني هذه الحرب، وبالتالي يعني الولايات المتحدة تستطيع أن تقول ما تشاء، ولكن في امتحان الفعل والنتيجة هي داعمة لاستمرار الحرب. هذا عاجل آخر على شاشة الميادين من وسائل الإعلام الإسرائيلية، مقتل مستوطن فان في عملية الطعن في حولون جنوب تل أبيب وسط فلسطين المحتلة. يعني كانت بالأمس مدينة أم الفحم في داخل فلسطين المحتلة أستاذ محمد، طالب المتظاهرون خلال هذه التظاهرة بوقف الحرب، حرب الإبادة في غزة، وقف التعذيب الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراحهم. كان في ختام التظاهرة كما صادرت فيها شرطة الاحتلال عدد من الأعلام الفلسطينية، وأوقفت رئيس اللجنة الشعبية مريد محميد والعضو في بلدية أم الفحم أدهم جبارين وأحالتهما إلى التحقيق. نريد نقل صوتنا للرأي العام الإسرائيلي والعالمي إنه أوقف الحرب، لا يمكن نسمح بإبادة شعبنا. جينا هنا نوقف يعني ضد الحرب، ضد الإجرام اللي قاعد بيصير، ضد الإرهاب الصهيوني. مش خايفين ونظل نطلق صرختنا حتى يتحرر الشعب الفلسطيني وتقوم الدولة الفلسطينية. رغم الاعتقالات ورغم القمع نحن نخرج. هنالك أهمية استثنائية اليوم بالذات وفي كل يوم أن يرتفع الصوت ضد المشروع الصهيوني. لا يقال أن حرب بها، يقتل الرجال، النساء، الأطفال، تهدم المستشفيات، كل شيء تصير، يقتل الصحفيين، يقتل الأطباء. حاولوا يفرغوا أرض غزة من أهلها، فأهلنا تحية إجلال وإكبار اللي صمدوا على أرض رغم القصف، التشريد والجوع والعطش. هذا دورنا، هذا واجبنا، سنستمر نحن الفلسطينيون في الداخل حتى يحقق شعبنا استقلاله وحريته. كفى لحرب الإبادة في غزة، كفى لقتل الأطفال، كفى لقتل النساء، قتل جرف الأرض وقتل البشر. دمكم غالي علينا، بدنا نقول أوقفوا الحرب عن غزة وعن أهل غزة، اللي بصير ظلم، اللي بصير فاق كل التوقعات اللي ممكن العقل البشري يتحملها. يعني مع التذكير أستاذ محمد بأنه مجرد تغريدة أو مشاركة على السوشيال ميديا في الداخل الفلسطيني المحتل قد تكلفك يعني هدم محلك التجاري أو اعتقالك والعديد من الإجراءات التعسفية الإسرائيلية التي تطال هذه الشريحة من الشعب الفلسطيني، ما الذي يعنيه اليوم برغم كل هذه الضغوط وهذه الممارسات أن تخرج هذه التظاهرة الحاشدة؟
يعني صحيح إسرائيل منذ بداية الحرب استعملت، يعني يمكن أن نقول بأن هناك جبهة أخرى فتحتها ضد الفلسطينيين في مناطق عام 48. إسرائيل يعني ترى بالوجود الفلسطيني في الداخل خطرا بحد ذاته. منذ بداية الحرب حاولت إسكات أي صوت، قامت بعمليات يعني غير مسبوقة للقمع لأي محاولة للتعبير عن رفض الحرب، منعت المظاهرات، منعت يعني منعت بمعنى ليس فقط يعني اعتدت على أي محاولة لتنظيم هذه المظاهرات، وإنما فرضت أجواء من التخويف والملاحقة السياسية، فرضت اعتقال لعشرات يعني النشطاء السياسيين الذين يعني تحدثوا حتى عن إمكانية إقامة مثل هذه التظاهرات. الآن يعني وصلت الأمور إلى وضع لا يمكن السكوت عليه، وبالتالي نرى بأن هناك مبادرات من قبل حركات شعبية ومن قبل لجان شعبية. للأسف الشديد يعني الأحزاب السياسية كأحزاب لم ترتقي لمستوى الحدث لأسباب كثيرة، ولكن على المستوى الشعبي نرى بأن هناك مبادرات شعبية هل للجان تقدمت شعبية هذه المبادرات وحركات الشعبية على الحضور الحزبي داخل أراضي 48؟ حية. يعني الحركات الشعبية عمليا نجحت في الكثير من الأماكن، وهذه التظاهرة مثال على ذلك، بأن الحراك الشعبي هو من ينظم، أو اللجنة الشعبية التي هي يعني تمثيل لكافة الأطر الأهلية في المدينة، أن تقوم بمثل هذه التظاهرات، ومن ثم تلتحق الأحزاب السياسية. ورأينا يعني في هذا التقرير بعض الوجوه السياسية التابعة للأحزاب التي لم تستطع أن تجند أو تعمل بما يكفي لهذا الأمر، على الرغم من أن موقفها واضح برفض الحرب. وهذا يعني يشير أيضا إلى أن هناك يعني حراكات شبابية وتنظيمات شعبية لم تعد تقبل بأن تلعب وفق قوانين اللعبة السياسية التي تلعبها بعض الأحزاب بموضوع المشاركة السياسية، الكنيست وغير ذلك. وأنه أيضا يعني كثافة الجرائم وحجم الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في غزة أصبحت هي يعني لا يمكن السكوت عليها، وأصبح بأنه هناك ضرورة لمثل هذه المبادرات التي تتجاوز المؤسسات الرسمية، التي يعني لم تكن بما يكفي، مرة أخرى يعني لم تكن بما يكفي لرفع الصوت من أجل هذا، من أجل وقف هذه الحرب على مدار الأشهر الـ10. هذه المبادرات الشعبية في ازدياد، ونرى بأن في صيف هناك القدس 2021 لعبت هذه الشريحة من الفلسطينيين دورا رئيسيا في نقل صورة المعركة إلى العالم، وبالتالي شكلت عاملا ضاغطا في تحويل الرأي العام لمصلحة القضية الفلسطينية يومها. اليوم هل من خلال هذه التظاهرة وهذا النسق المتصاعد من ردود الفعل من الممكن أن تعود وتنشط هذه الساحة بما لها من أهمية رغم كل الضغوط الإسرائيلية بطبيعة الحال؟ بدون شك محمد، يعني الحقيقة بأن هذه الحركات ما ذكرته عن هبة الكرامة عام 21 لعبت الدور المركزي، وهي التي قادت الحركات ووجهت التظاهرات وتحركت في المناطق الفلسطينية عام 48 من أقصى الجليل إلى أقصى الجنوب في النقب جنوبا. و يعني أريد أن أشير هنا بأنه لا زال حتى اليوم هناك محاكمات، وإسرائيل يعني انتبهت إلى هذا الدور الكبير وقامت بعمليات قمع ليس فقط للتظاهرات، وإنما في الأحكام التي فرضت على الشباب الذين تم اعتقالهم. الحديث يعني عن أحكام تتجاوز 8 سنوات أو 10 سنوات فقط بسبب رفع شعارات، اعتقالات إدارية عادت إسرائيل لاستعمالها أيضا في الداخل في مناطق 48، اعتقالات وأحكام كبيرة يعني بسبب نوايا ليس بسبب أفعال أو بسبب أقوال. بمعنى أن إسرائيل انتبهت إلى هذا الدور وتحاول قمعه وتعمل على إسكات هذا الصوت. هل تنجح؟ يعني لا أعتقد بأن ذلك ممكن، يعني مثلها مثل موضوع الاغتيالات، يعني إسرائيل تغتال والمقاومة للاحتلال تزيد، إسرائيل تقوم بكل هذه المجازر، والرفض الفلسطيني لهذا التواجد
الاحتلال يزداد. أيضا في 48 يعني عمليات القمع منذ عام 48، الاعتقالات الإدارية، ويعني منع هذه التظاهرات والحد من الحريات الأساسية لم تؤدي إلى نتيجة سوى زيادة. في نهاية الأمر هناك ردود فعل طبيعية، أعتقد بأن مكافحة الاحتلال ورفض الاضطهاد والانتهاكات الإسرائيلية هي واحدة من هذه الأمور الطبيعية التي لا يمكن لأي إجراء مهما كان قاسيا أن يوقف. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد زيدان الصحفي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شاركتنا هذه الساعة من سياق تغطيتنا من الناصرة. شكرا لك، يبقى الشكر الأكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. على رأس الساعة نشرة إخبارية، إلى اللقاء.